بين الحسين الشهيد وبين إسماعيل الذبيح قواسم مشتركة ومفارقات، وبين زينب وهاجر قواسم مشتركة ومفارقات أيضا. فأولا، الحسين والذبح العظيم الذي فدى الله به إسماعيل حتى لا يذبح، لأن الله تعالى قدر أن يكون رسول الله من ذرية إسماعيل، فكان النبي من الحسين كما كان الحسين من النبي. ولولا أن الله فدى إسماعيل بالحسين لما بقي إسماعيل ولم يكن النبي من أحفاده. ثانيا، إسماعيل قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والحسين قال لأمته: شاء الله أن يراني قتيلا، وقال: نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. ثالثا، إسماعيل شارك أباه في إقامة البيت الحرام، والحسين شارك جده في إقامة الصلاة إلى البيت الحرام. رابعا، إسماعيل عانى من العطش قليلا قبل أن يسقيه الله من بئر زمزم، والحسين عانى من العطش طويلا قبل أن يسقيه العدو السيف والرمح ويذبحه من الوريد إلى الوريد، لكن الله سقاه شربة من الماء لا يظمأ بعدها أبدا. خامسا، الحسين رفض الاستجابة لإبليس كما أن إسماعيل رفض الاستجابة لإبليس برفض القتل على يدي أبيه، وإن لم يقتل، لكن الحسين حينما رفض الاستجابة لخيل إبليس برفض الشهادة على أيدي أعدائه قد استشهد. سادسا، إسماعيل هو الذبيح الذي لم يذبح، والحسين هو سيد الشهداء الذي ذبح. سابعا، إن الله منح إسماعيل ماء زمزم وجعله شفاء من كل داء وقضاء لكل حاجة، لأن إسماعيل كاد أن يذبح، والحسين منحه الله تربة جعلها شفاء من كل داء وقضاء لكل حاجة، لأنه بالفعل قد ذبح وأريقت دماؤه الزاكيات على تربة كربلاء. هذه هي القواسم المشتركة بين الحسين وبين إسماعيل والمفارقات التي بينهما. أما بين زينب عليها السلام وبين هاجر فقواسمهما كثيرة ومفارقاتهما أيضا كثيرة. فأولا، كلتاهما هاجرت من بيتها وبلدها، لكن هاجر سكنت بواد غير ذي زرع، وزينب سكنت بواد مزروعة برؤوس الحراب وأطراف الأسن. ثانيا، هاجر عليها السلام بحثت لوليدها عن الماء بين الصفا والمروة ولم يكن الماء موجودا، وزينب بحثت عن الماء لأهلها وهو موجود، ولكنهم منعوا الماء عنها بقوة السلاح. ثالثا، هاجر حزنت على إسماعيل خوفا من أن يموت عطشا في مكة، وزينب حزنت على إخوتها وبنيها بعد أن قتلوا عطاشا في كربلاء. رابعا، هاجر رأت كيف يتضور إسماعيل عطشا فصبرت، فسقاه الله زمزم وجعله مباركا، وزينب
رأت كيف يتضور رضيع الحسين عطشا، فسقاه الأعداء سهما مسموما، ذبحه من الوريد إلى الوريد. خامسا، هاجر برفقة زوجها إبراهيم عليه السلام، انتقلت إلى دار أمن الله عند بيت الله الحرام، وزينب برفقة رؤوس إخوتها تنقلت 40 منزلا بعد أن سلبوا منها الأمن والأمان. سادسا، هاجر رضيت بقضاء الله وقدره، أما زينب فلم تر في قضاء الله وقدره إلا جميلاً.